أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بخير. طلابي الأعزاء، ورا ما خلصت تصوير الأرجوحة والكناري وهي في طور المونتاج، إن شاء الله هنزل لكم إياها على شكل حلقات. هواية طلاب طلاب سألوني وراسلوني أستاذ عفي اشرح لنا الوحدة الثانية والثالثة بالتفصيل. مثل ما تعرفون أنا شارحها بشكل مراجعة مركزة. اليوم راح تكون هي الحلقة الأولى من الوحدة الثانية بشكل مفصل، تمام؟ فخليكم وياي، دل ننتقل للصبورة الذكية ودل نتطرق إلى الوحدة الثانية وأول لسن من عدها بالتفصيل. حبايب قلبي، انتقلنا وياكم للصبورة الذكية ودل نشوف لسن 1 من الوحدة الثانية، ومثل ما قلت لكم دل أشرح الوحدة الثانية بشكل مفصل. هنا عندنا من الوحدة الثانية Unit 2 Lesson 1 Title is Law and Order، القانون والنظام. طلاب أريدكم شو تأشرون هنا وياي، عندنا في شيء اسمه compound nouns، أسماء مركبة. هذا وزاريا طلاب، هاي الأسماء المركبة وزاريا تجينا بالسؤال السؤال الثالث. طلاب يجينا بالسؤال الثالث، يا إما B أو C. طبعا B على شكل اختيارات و C على شكل يعني تجينا من ضمن الميسينج وورد. البي ممكن تجينا يعني على شكل ماتش ايضا. فراح نقرا رجاء هاي حفظ املاء. زين طلاب، هاي الكلمات التسعه وعندنا بعد كلمه بالصفحه اللي وراها لازم نحفظها حفظ املاء، فراح نقراها. فانتبهوا الى اللفظ وانتبهوا الى ترجمتها. footprint، footprint يعني اثر القدم او طبعه القدم. fingerprint، fingerprint بصمة الأصبع. radar speed gun، radar speed gun يعني رادار كاشف السرعة. وهنا عندنا metal detector، metal detector معناتها كاشف المعادن. وهذا هو اللي طبعا radar speed gun، هذا هو موجود يعني على الطريق الخارجي وموجود، أنا شفته بتركيا صراحة، وهو يقيس سرعة مع السيارة، تمام؟ وممكن يعني على شكل مسدس وممكن يكون على شكل كاميرا، وهاي راح تكون قطعتنا الوزارية الثانية بالوحدة الثانية. Metal detector كاشف المعادن، وهذا موجود بالمطارات وأيضا إذا شايفيه بالأفلام. X-ray machine جهاز الأشعة السينية، احنا شلون عاميا نصيح للسونار اللي موجود بالمولات إلى آخره. Security، security كاميرا، كاميرا مراقبة. Crime scene، crime سين اللي هو مسرح الجريمة أو مكان الجريمة، مشهد الجريمة. وعندنا speed limit، speed limit السرعة المحددة، speed limit السرعة المحددة. وعندنا security camera، sorry security guard معناتها الحارس الأمني. من ضمن الكلمات المهمة أيضا طلاب، أريدكم هاي الكلمة تحفظوها وياهن، هاي الكلمة نعتبرها النقطة العاشرة اللي هي speeding ticket. ليش نعتبرها النقطة العاشرة؟ لأن راح نشوفها بتمرين test yourself. speeding ticket، فأريدك تميز لي من تجيك speeding تأخذ وياها ticket، من تجيك كلمة speed تأخذ وياها limit، تمام؟ فهاي عشر كلمات رجاء حفظ املاء. استاذ شلون راح تجينا؟ تجينا بطريقتين. ممكن يقول لك crime فراغ سين، فلازم حافظ املاء تكملتها، وهاي تجينا بالسي السؤال الثالث. ممكن تجيك بالبي على الشكل الاتي، راح نشوفها بتيست يور سيلف. مثل ما تشوفون هنا هذا التمرين موجود بتيست يور سيلف بيج 41 اكسرسايز بي. كومبليت ذا فريزز بيلو وذ وير فروم ذا بوكس، ذير از وان اكسترا وورد، يقول لكم اكو كلمه زايده. هنا جايب لك اياها على شكل ربط، مثل ما قلت لك هذا التمرين ممكن يجيك بالسؤال الثالث سي على شكل كمل. فهنا عندنا كلمات، طبعا الكلمة الزايدة هي traffic اللي هي حركة المرور، هاي زايدة، يقول لك كلمة زايدة. هنا security شنو الجواب مالتها؟ كاميرا اللي هي كاميرا مراقبة. metal detector كاشف المعادن. 3 X-ray machine يعني جهاز الأشعة السينية وهو جهاز السونار. speed قلت لكم ميزوا بين speed و speeding. speed speed limit السرعة المحددة، و speeding speeding ticket. اوكي speeding يعني بطاقة مخالفة السرعة يعني وصل مال مخالفة.
وهنا عندنا النقطة السادسة Radar Speed Gun يعني مسدس رادار السرعة، وهاي انتو راح تاخذوها بلسن 3 Convert Bolt اللي هو الحزام الناقل اللي يقصد الحزام الموجود بالمطارات. تمام؟ إذن هذا الطلاب هو تمرين أيضاً دي يتكلمنا عن الأسماء المركبة. راح نرجع إلى لسن 1 ونشوف دي نكمل بقية التمارين. مثل ما تشوفون طلاب هنا عندنا طلاب عندنا بعض الكلمات اللي تخليها في نظر الاعتبار وهي ممكن تفيدك من ضمن الإسقاطات. هاي أخذناها هنا Police Siren وهي موجودة في أحد التمارين. Police Siren اللي هي صفارة الإنذار هاي مال شرطة يعني. Roller Coaster، Roller Coaster معناتها سكة الموت. فكرة هاي الكلمة أستاذ أنت من جايبها؟ هاي أكو تمارين بنهاية الـ Student Book موجودة هاي الكلمة فحسيتها مهمة قلت لك ممكن تفيدك من ضمن الإسقاطات. Baggage معناتها حقائب السفر أو أمتعة السفر. Documentaries أفلام وثائقية. هذا التمرين صغار لكن بس اريد اقرا لك اياه حتى تاخذه في نظر الاعتبار لانه له ربط بالقطعه مال الوحده الثانيه Police Officer Duty. What can footprint tell you؟ بصمات الاصبع او القدم العفو بيش يعني ايش تخبرك؟ تخبرك What type of shoes thief was wearing؟ نوعيه الحذاء اللي لبسه اللص. How big his feet are؟ كبر حجم الحذاء او القدم. And even how tall he is؟ وش قد طول الشخص. 2. What else can you find at a crime scene؟ ماذا ممكن أن تشاهد في مسرح الجريمة؟ Fingerprints. Fingerprints أقصد بها بصمات الأصابع. 3. What do police use? Why do the police use a special powder؟ إحنا مثل ما نعرف رجال الشرطة يستخدمون فد powder معين ليش؟ To see fingerprints حتى يعرفون أو يشاهدون بصمات الأصابع. Why is matching؟ matching يعني مطابقة. Why is matching fingerprints easier than it used to be؟ لماذا مطابقة بصمات الأصابع أسهل من قبل؟ Because computers can do a lot of the work. لأنه الكمبيوتر ممكن يقوم بالكثير من الأشياء. هاي مو للحفظ بس حبيت إنه نبهك عليها. طلاب هذا التمرين جدا مهم. هذا التمرين راح نشوفه جدا مهم وراح اقرا لك اياه. Complete each sentence with word or phrase from the box. فيكه التمرين شلون منطيك اياه؟ طبعا هو بالكتاب منطيك اياه فيكه معينه واني راح افهمك عليه انه بالوزاره شلون راح يجيك. بدايه هو منطيك كلمات يريدك تنزلها بالفراغات. ايش منطيك؟ منطيك كلمات يريدك تنزلها بالفراغات. I فراغ traveling but now I don't like it anymore. I فراغ traveling شنو؟ بما انه عندنا but فهنا يا اما used to او didn't used to. فهنا I used to like traveling فاذا هاي هنا number one. رجاء لا تكتب لي فشي بالفراغ يعني انت ايدك بالملزمه مالتك او بالكتاب تسوي مثل ما انا اسوي لانه بعدين الفراغ احتاجه بغير فيك. فاني تعودت ان احب السفر لكني الآن ما أحبه مجدداً. 2. We space when we saw the police car. طبعاً قبل we sorry we فراغ when قبل when لازم شنو؟ ماضي مستمر. شنو؟ We were speeding. كنا مسرعين. عندما شاهدنا شنو police car. ليش مختارين؟ طبعاً قبلها ماضي مستمر. ليش مختارين was لأن we تأخذ where. تمام؟ 3. While my baggage was going through the X-ray machine بينما كانت الأمتعة مالتي تمر من خلال جهاز الأشعة السينية هنا بما أنه ماضي مستمر هنا لازم ماضي بسيط فهنا I walked أنا تمشيت من خلال كاشف المعادن through the metal detector. Number 4 We فراغ security cameras but now we have 6 of them بما أنه but فهنا قبلها used to or didn't used to. فهنا we didn't شنو used to have. فإذا هنا number 4 لم نعتاد أن تكون لدينا كاميرات مراقبة لكن الآن عندنا 6 من عدها. Number 5 I my passport طبعا هنا I didn't have أنا ما عندي جواز.
So they didn't let me get on the plane. ما يخلوني أصعد بالطيارة. She stays home from school. بما أنه وين لازم قبلها ماضي مستمر. When we heard the police siren, عندما سمعنا صافرة الإنذار. إيش كنا نسوي؟ أو هي شات تسوي؟ She was walking. كانت تتمشى. إذن هنا number six. كانت تمشي راجعة من المدرسة للبيت عندما سمعت يعني صفارة الإنذار مال شرطة. Number seven. I action films on TV, but now I prefer documentaries. فهنا أني فراغ أفلام الأكشن لكني الآن أفضل الأفلام الوثائقية. فهنا إيش راح نحط؟ بما إنه هنا but فلازم قبلها used زائدا في الشيء. فهنا I used to watch متعود أن أشاهد الأفلام الوثائقية العفو أفلام الأكشن لكني الآن أحب أن أفضل الأفلام الوثائقية. آخر جملة The security guard saw the thieves يعني الحارس الأمني شاهد اللصوص because he فراغ the screen فراغ الشاشة. فهنا الجواب هو it was watching. إذن هنا 8 was watching he was watching the screen. هاي كفيكة التمرين هو منطيني إياها بالكتاب هيك يريدها لكن طلاب بالوزاري شلون يريدها وياي بالوزاري شلون يريدها لهذا السبب قلت لك لا تكتب بالفراغ لأنه راح تسوون مثل ما أنا راح أسوي. طلاب ممكن إنه هنا يعني هنا عندنا بات بعد يا جملة بيها بات هاي الجملة بيها بات وهاي الجملة بيها بات فراح نحل هاي الحكي موجود ترى بالقواعد مال الوحدة الأولى. احنا قبل شوية ايش قلنا هنا I used to like فلو نفرض انه هنا هيك يسوي مثلي موجودة like وهنا ايش منطينة not like وقايل لنا بين قوسين correct صحح طلاب قايل لنا صحح تمام فهيش يجيب لك اياها سواء بالامتحان الشهري او بالامتحان الوزاري من اقول امتحان الشهري اقصد به للسنه الجايه طلاب تمام يعني طلاب الخامس اللي دي يشاهدون فبما انه منطينا بات هنا شو تصير I used to like I used to like هنا بما انه not like ومنطينا now مضارع فتصير don't like فهيش يجيب لنا فيها كمال هاي الجمله متفقين؟ زين خلينا نمسحها ونروح نشوف الجملة اللي بعد بيها بات شنية؟ الجملة اللي بعد بيها بات هي هاي بات احنا قلنا الجملة الرابعة شنو الجواب مالتها؟ I didn't used to have فهنا ينطيك not have وهنا شنو ينطيك مثلا we ينطيك has ويقول لك صحح لهذا السبب أيدك تكتب لي ذني الأفعال فوق الجملة عم تخاف يجيب لك إياها فأنت تكون مطمئن ومسيطر فنعرف قبل البات بما أنه منطيك not فتصير شنو didn't used to have الجواب we didn't use to have but now بما أنه الوي ما تأخذ has خاف يجيب لك إياها has خاف يجيب لك إياها had بالحل لازم شو تصير have تمام وهاي النقطة الرابعة أيضا النقطة الرابعة جتي بالامتحان الوزاري بعد بغير فيك استاذ يعني شلون بغير فيك هسه راح اشوفك منطيك اياها هنا we used to have slash didn't use to have منطيك اياها على شكل اختيارات used to have و didn't used to have قال لك اختار انت شلون راح تعرف تختار اولا قبل البات يا إما used to have طلاب أو didn't used to have زين أستاذ هو اثنينات نذاكرهن بهاي الحالة إذا أنطاك اختيارات أعتمد على المعنى لو نفرض أنه اختارينا هاي خلينا نشوف شو يصير المعنى نحن متعودين أن تكون عندنا كاميرات مراقبة لكن الآن عندنا ستة من عدها فصار الحل غلط فالجواب الصحيح didn't used to have لم نعتاد أن تكون لدينا كاميرات مراقبة نروح للنقطة السابعة احنا قلنا النقطة السابعة شنو هي هنا used to watch فلو نفرض انه هنا جاب لنا فقط كلمة watch سووا مثلي بين قوسين وهنا ينطيك prefer نفسها بين قوسين
زين فنعرف ان البريفير تبقى نفسها لانه الاي وعندنا ناو مضارع تبقى نفسها وهنا تصير يوزد تو شنو يوز تو واتش لانه قبل البات. هاي بالنسبه يا طلاب يا ابطال للجمل اللي خاصه باليوز تو. زين خلينا نروح الجمل الخاصه بالشنو. نروح الجمل اللي خاصة بال شوفوا هنا وياي هنا عندنا when هنا عندنا while اشروا وياي زين باعتبار هنا عندنا ايضا when تمام. النقطة الخامسة عم تعرفوها النقطة الخامسة the didn't have هاي ما بيها قاعدة اعتمدنا بيها على المعنى ما يجيب لك بيها فيك. والنقطة الثامنة was watching he was watching ايضا ما بيها فيك. فش بقت لنا بقت لنا النقطة الثانية والثالثة والسادسة. احنا نعرف انه قبل الوين بالنقطة الثانية المفروض يجي ماضي مستمر. ماشي طلاب؟ قبل الوين ماضي مستمر. هنا اجى شنو؟ ماضي بسيط، فممكن انه هاي ينطيك اياها سي وهاي ايش ينطيك؟ النقطة الثانية قبل قلنا وير سبيدنج، فممكن هاي ينطيك اياها سبيد، فسووها سبيد بين قوسين وهنا ينطيك اياها سي. فأنت من تصحح فمن تصحح السي اللي هو انطاك اياها صارت سو والسبيد صارت وي وير سبيدنج تمام. فهو ينطيك اياها فقط سبيد. هاي بالنسبه للنقطه الثانيه. النقطه الثالثه ممكن هاي واز جوينج ينطيك اياها بس جو او مرات ينطيك اياها وينت. فانت تعرف ما طول اكو ورا الوايل لازم ماضي مستمر فالجو او الوينت لازم تصير واز جوينج. وهنا ينطيك الفعل walk تمام. فبما انه ورا الوين ورا الوايل عفوا ماضي مستمر فهنا walked لازم يصير ماضي بسيط فحطينا walked. زين معنى الجمله شنو؟ بينما مات الحقائب تمر من خلال الاشعه السينيه اني تمشيت من خلال كاشف الرادار او كاشف المعادن. وهاي بالنسبه للنقطه الثانيه. اخر جمله بقت لنا بهذا التمرين اللي هي النقطه السادسه. ممكن الهيرد وهاي الطلاب هواي يخربطون بيها. هذا الفعل يعطيك اياه فقط هير. قسم من يحولوا الى ماضي بسيط يحطوا له ايدي حذاري هذا الماضي مالته فقط دي. زين النقطة السادسة هي was walking فممكن يعطيك اياها فقط walk ويقول لكم سووا لي اياها. فنعرف انه ورا الماضي ورا الوين هو ماضي بسيط هير نفسها وقبلها ماضي مستمر فتصير شي was walking. اذا طلاب هذا التمرين سواء بالامتحانات الشهريه او بالامتحانات الوزاريه يجيب لنا اياه بهيج فيكه. فرجاء انتبهوا على هاي الفقره. طلاب وصلنا وياكم الى لسن 2 ان شاء الله. اليوم راح يعني انهي حلقتي حتى ما تصير طويله عليكم. اليوم تكلمنا على لسن 1 وحلينا تمرين بالتيست يور سيلف. الدرس القادم ان شاء الله راح اتطرق لكم على القطعه مال بوليس اوفيسر ديوتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.